بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس مارك بي ال اس 3، درسنا رقم 30 مع Reflective Formative Higher Order Model على مثال Corporate Reputation، سمعة الشركة. المثال طبعا المطبق عليه في الكتاب بتاعنا اللي احنا بنستعرضه من أكتر من محاضرة، اللي هو كتاب، هذا هو الكتاب Advanced Issues in Partial Least Square Structural Equation Modeling. طبعا اول حاجه نعملها عشان نطبق مع المثال ونطلع نفس النتائج اللي هو مطلعها، اول حاجه تروحوا لل PLSSEM.com وتروحوا لصفحه الداونلود. تحت الداونلودز بتلاقوا اول واحد عندكم Advanced Issues in Partial Least Square Structural Equation Modeling، تضغطوا عليه دبل كليك هيطلع لكم الامثله او الاكزامبلز اللي موجوده في هذا الكتاب. طبعا احنا النهارده هنطبق على الاولاني ده، فهتاخد الاولاني ده السمارت بي ال اس 3 بروجكت فايل، هتعمله داونلود، ولما تاخده بعد ما تعمله داونلود تخليه زي ما هو فولدر، تحطه في السمارت بي ال اس ورك سبيس بتاعتك عشان لما تفتحه تعمل ورك شيفت ورك سبيس فتلاقيه بالمنظر ده تم تحميله. طبعا احنا خدنا درس بالكامل عن كيفيه انك تعمل من هنا سويتش ورك سبيس عشان تدخل تعمل امبورت فولدر، واتكلمنا وعملت لها محاضره بالكامل وقلت لكم انتبهوا عشان العمليه دي شويه خطيره وفي ناس بتلخبط فيها. فبعد ما نعمل الامبورت وندخل الموديل بالكامل، الفولدر بالكامل بكل المودلز اللي فيه، زي ما انتم شايفين في كل المودلز دي، يعني في الاكستندد العادي، في الريفلكتيف فورماتيف اللي احنا هنطبقه في السكند ستيب، في الريفلكتيف ريفلكتيف اللي احنا عملناه المحاضره السابقه، وفي ده اللي هي غير مقبول، النموذج غير المقبول، وفي السامبل موديل. كل الداتا دي مرتبطه بالداتا اللي عندنا اللي هي 344، وفي كمان عليها الداتا بتاعت 336، وتعلمنا كمان ازاي نبدل بين الداتا. يعني لو انا وقفت على الداتا كده وعملت قلت له سيلكت اكتيف داتا، لاحظتم معايا على طول بتتحول انها هي دي الداتا دلوقتي اللي متفعله على الموديل ده. لو انا وقفت كده وعملت انه select active data، خلاص بيرجع يخلي الموديل ده هو بيشتغل على الداتا دي. ملاحظين يا جماعه؟ فانت تقدر تحط اكتر من داتا فايل في البروجكت بتاعك، بس لما تيجي تعمل run تنتبه تشوف انت هتنفذ على انهي داتا بتاعتك. طيب خلونا بقى نغلق كل الحاجات دي عشان نخلي بس فقط اللي احنا هنشتغل عليه. نغلق ده كمان عشان مش عايزينه دلوقتي، هنعمله في الخطوة التانية، ونغلق ده كمان، هنشتغل بس على ده الدوت في الخطوة الأولى. طبعا احنا هنتكلم النهاردة على الـ Reflective Formative اللي هو النموذج العاكس التكويني. أتمنى تشوف الدرس 21 والدرس 22. الدرس 21 اتعلمنا فيه طريقة الـ Extended Model، والدرس 22 اتعلمنا فيه أسلوب المرحلتين على مثال شبيه بهذا المثال اللي هو Corporate Reputation، بس على الداتا الماليزية اللي كانت في البيبر في المجلة الأسترالية. فأتمنى تشوفوا درس 21 ودرس 22، يعني الدرس ده يعتبر ضمن الدروس بتاعة الـ Reflective Formative. أول حاجة طبعا هنرسم الموديل بالمنظر ده، زي ما انتم شايفين الوصلة دي كده خارجة من الـ Competence داخلة في الـ Reputation، وخارجة من الـ Likeability داخلة في الـ Reputation، فهي كده Formative. فيبقى ده ريفلكتيف الفيرست اوردر بتاعي اللي هو مكونات او متغيرات الفيرست اوردر اللي هو المكون اللي من الدرجه الاولى، المكونات الدرجه الاولى اللي هو الكومبتنس واللايكابيلتي، دول الفيرست اوردر. السكند اوردر زي ما انتم شايفين اللي متحمل عليه، خلينا نكبر كده، زي ما انتم شايفين كده متحمل عليه الست indicators بتاعه الكومبتنس بتاعه اللايكابيلتي، هذه هي نفسها، ادي الثلاثه 1 2 3 وادي اللايكابيلتي 1 2 3 نفسهم متحملين هنا. فهو المتغيرات دي طبعا هي ريفلكتيف، زي ما انتم شايفين السهم لما يكون خارج من الكونستراكت داخل كده زي ما انتم شايفين في الانديكيتورز، فده معناه انه ريفلكتيف. العكس شوفوا هنا، شوفوا هنا العكس، لما بتكون الأسهم
خارجه من الانديكيتورز او الايتمز وداخله في الليتنت فاريبل او الكونستراكت بتاعتك بيكون دوت وضع الفورماتيف. فدي طبعا متغيرات تكوينيه، وده كده متغير عاكس انعكاسي. متغيرات انعكاسيه اللايكابيليتي والكومبتنس دول انعكاسيه، اما المتغيرات الاربعه دي فهي متغيرات تكوينيه. بالتالي نفس هنا المتغير اللي هو الريبيتيشن اللي تم تكوينه هو متغير دلوقتي تكويني، لانه يكونه الكومبتنس واللايكابيليتي، الكفاءه والاعجاب هما اللي بيكونوا هذا المتغير، فاصبح بشكله دوت فورماتيف. وهنشوف دلوقتي ازاي لو طبقنا دلوقتي، وهنا طبعا زي ما عملنا في الريفلكتيف، ريفلكتيف حذفنا كل الوصلات اللي في الموديل العادي، وحطينا وصله مباشره ما بين الاربع متغيرات الى المتغير السكند اوردر بتاعي، ده الهاير اوردر بتاعي او السكند اوردر، مكون الدرجه الثانيه، ودي مكونات الدرجه الاولى. طيب تعالوا نشوف ايه المشكله في المتغير ده وليه هو غير مقبول. يعني هم كاتبين عليه انه غير مقبول، نموذج غير مقبول، لماذا؟ طبعا احنا قلنا الكلام ده في الدرس 21، وحطينا كمان عرض باوربوينت، وكان الدرس طويل يعني كان مدته حوالي 30 دقيقه. اتمنى تشوف الدرس 21. فاحنا النهارده هنتكلم على طول باختصار، هنطلع بس الاوتبوت، نفس الاوتبوت اللي طلع معاه في الكتاب، عشان بس ايه يبقى زي مثال اخر لنفس العمليه اللي احنا عملناها في الدرس 21 على داتا اخرى. طيب اول حاجه هنعملها ان احنا هنعمل ران، مش هنعمل اي حاجه ولا هنغير اي حاجه، مجرد هنعمل ران للالجوريزم عشان نشوف ال، طبعا هنا كده هتدوت تضغط ستارت كالكوليشن من غير ما تغير اي حاجه عشان تشوف الباس كوفيشن، وتشوف سبب انه ليه غير مقبول. يعني ليه الموديل دوت هو غير مقبول، ليه كاتب عليه غير مقبول؟ تعالوا نشوف مع بعض السبب في كده. شوفوا معايا هنا الباس كوفيشنت هنا ايه، يقترب من الزيرو، وهنا تقريبا زيرو، وهنا ايضا زيرو، وهنا زيرو، في حين الار هنا ار سكوير كام؟ 100%. يعني كل، يعني المتغير اللي هو المتغيرات اللي هي الكفاءة، هذا المتغير والمتغير الثاني اللي هو اللايكابيليتي، يفسروا 100% من التباين، من الفاريانس اللي حاصل في الريبيوتيشن. وبالتالي there is no variance أو no remaining variance عشان المتغيرات دي، الكواليتي ولا الريفرنس ولا الريسبونسابيليتي ولا الاتراكتفنس، تفسرها. فهو عشان كده النموذج ده يطلق عليه انه نموذج غير صالح، او ان التكنيك ده خطا، انه المفروض ما اعملش بالطريقه دي، وما ينفعش افسر الداتا بالطريقه دي، لانه المتغيرات دي كده اصبح تاثيرها صفر، تلاشى تاثيرها. لماذا؟ لانه المتغيرات الكومبتنس واللايكابيليتي هي متغيرات تكوينيه، فبالتالي هي اللي كونت الريبيوتيشن، فلما كونته فاصبح كل التغير اللي في الفارينس بتاعه هي المسؤوله عنه، وكل تغير بعد كده او كل اثر بعد كده جنبها تلاشى. فعشان نعالج الموضوع ده احنا قلنا في الدرس 21 ان احنا لازم نعالج الموضوع ده بطريقه ثانيه، وهي طريقه الاكستندد موديل، ان احنا نعمل اكستندد، نعمل نوسع الموديل ونوسع الروابط ونوسع اللينكات بين المتغيرات عشان نقدر نحصل على نتائج حقيقيه، والا النتائج دي تعتبر نتائج غير حقيقيه. طيب تعالوا نشوف هنعمل الكلام ده ازاي. هنقفل ده خلاص كده. اوكي نروح بقى للنموذج التاني. طيب تعالوا الاول نستعرض الكتاب. فين الكتاب؟ هذا هو. شوفوا طبعا نفس النتائج اهو، طلعت 100% او 1، وطالع هنا الوصله 521 583، وهنا صفار زي ما انتم شايفين، 3 من 1000 سالب 2 من 1000 3 من 1000 صفار. نفس النتائج اللي طلعت معانا، 3 من 1000 سالب 2 من 1000 3 من 1000 اصفار، وهنا 100% وهنا 521 583. طبعا نفس الارقام. لماذا؟ لان احنا اصلا عملنا امبورت للبروجكت بنفس السيتنج بتاعه من الموقع. يعني انت عملت، انت يمكن لو انت رسمته بنفسك ما عملتش امبورت يمكن النتائج تطلع مختلفة طبعا للسيتنج بتاعك اللي انت هتعمله، لكن لان احنا عملنا اصلا امبورت فنفس السيتنج، فعشان كده طلع ايه؟ طلع نفس النتائج بالظبط اللي في الكتاب بتاع ادفانسد. اوكي طيب هو عشان كده الموديل ده هو سماه ايه؟ سماه انادميسبل موديل. يعني ايه انادميسبل؟ يعني غير مقبول، يعني نموذج غير مقبول، انه النتائج دي غير حقيقيه
ونوت ريال ونوت فاكت، وانها خطأ كمان يعني نوت كوريكت. فبالتالي لازم انا استخدم تكنيك تاني عشان يكون يظهر لهذه المتغيرات اثر ويتقلص التأثير الكامل ده للمتغيرات التكوينية على الريبيوتيشن. هيشوف يعمل ايه بعد كده، هيعمل بقى الطريقة الصحيحة، وهي هذه طريقة التوسيع الموديل زي ما انتم شايفين. خلونا نصغر زي ما قلت لكم. اتمنى تشوفوا الدرس 21، انا عملت عرض باوربوينت في الدرس 21 وقلنا الخطوات دي بالانجلش وخدنا من الكتاب قص، وخدنا من الموقع بتاعهم، وخدنا من البيبر، يعني عملنا كده عرض كويس واتكلمنا كتير 30 دقيقة تقريبا نفس الدرس ده بس على الداتا التانية. فهنا نفس الكلام بيعمل، نفس الكلام بيعمل اكستندد، بيقعد يوسع بقى، يعني يعمل علاقة الكواليتي، يعمل علاقة منها للكفاءة، ويعمل علاقة للريبيوتيشن، ويعمل علاقة لللايكابيليتي. يبقى ادي خارج منها ثلاث وصلات. نفس الكلام البرفورمانس ثلاث وصلات، الريسبونسابيليتي ثلاث وصلات، الاتراكتفنس ثلاث وصلات. فكده هو وسع الموديل. الباقي خلاص زي ما هو، ما بيعملش اي حاجه، ما بيغيرش، هو بس دي المتغيرات ديت اللي ما كانش لها اي تاثير، عمل لها امتداد عشان لما يطلع التوتال افكت يتضح تاثيرها زي ما هتشوفوا دلوقتي. تعالوا نعمل ران. طبعا مش هنغير اي حاجه لان زي ما قلت لكم هو عامل في البروجكت، عامل السيتنج بتاعه، انت بس تعمل ران كدرس تعليمي لك، تعمل ران للالجوريزم وتشوف هتطلع الارقام، هل هتتغير، هل هيكون لها تاثير ولا لا. تعالوا نشوف مع بعض دي النتائج. طبعا زي ما انتم ملاحظين التأثير المباشر اللي بين الكواليتي والكومبتنس اصبح رقم، ويعني له تأثير، وتأثير دوت سيجنيفيكانت. يعني الارقام اللي قبل كده كانت نوت سيجنيفيكانت، الاصفار دي، لكن ده 424 سيجنيفيكانت. ايضا ده، ايضا فين تاني هنا، ايضا ده 166، يعني ابتدى يكون في تأثير. هنا ايضا 379، فابتدى يكون في ارقام سيجنيفيكانت وباس كوفيشنت سيجنيفيكانت في الموديل بتاعي. تعالوا نروح للريبورت بتاعي ونشوف التوتال افكت. طبعا التوتال افكت دي هي نفسها اللي بيحطها في الكتاب. طبعا ده بعد ما وسع الموديل. هذه هي. طبعا دي المتغيرات بعد ما اصبح لها تاثير. يعني هنا الاتراكتفنس 87 من 1000، 75 من 1000، 83 من 1000، 166، 142. فهنلاقي هنا نفس الكلام 87، 75، 83، 166، 142. فالمتغيرات اللي ما كانش لها ابدا اي تاثير وما كانش لها وكان تاثيرها صفر اصبح دلوقتي لها تاثير. يعني اصبح هنا مثلا زي ما هو كاتب كده، كاتب انه اعلى تاثير السترونج سترونجست افكت على الريبيوتيشن من خلال الاربعه دول اللي هم كان متلاشي تاثيرهم هو الكواليتي، لانه تاثيره 444 من 1000. يليه بعد كده البرفورمانس 227، يليه الاتراكتفنس 142، يليه الريسبونسابيلتي 132. ودي نتائج طبعا حقيقيه، غير طبعا النتائج الاولى اللي كانت اصفار كلها وكانت كلها نوت سيجنيفيكانت، الان اصبح له تاثير وله اثر وبيشارك في تفسير الفاريانس اللي حاصل في الريبيوتيشن، غير الاولاني طبعا اللي هو كان غير مقبول، نموذج غير مقبول. ولكن طبعا هو عمل له ران عشان بس يعرفنا ان احنا ما نتبعش هذه الخطوه وما نعملش الريفلكتيف فورماتيف، ما نحللوش بالطريقه دي، لان المتغيرات لما بتكون في السكند اوردر، وهم متكلمين الحقيقه الكلام ده كتير قوي نظري في الكتاب بتاعهم، سواء كتاب الادفانسد او كتاب الاولاني ذا برايمر، هم متكلمين نظري كتير في الموضوع ده، ومتكلمين انه لما يكون المتغير السكند اوردر فورماتيف فبيكون من ضمن عيوب الموضوع ده انه المتغيرات اللي داخله في تكوينه بيكون لها هي الاثر الاكبر، وبتكون 100% مشكلاه ومكوناه وتفسر كل التغير اللي حاصل فيه، فما تتركش اي تباين لاي متغيرات تانية عشان تدخل في الموديل، فبتكون طبعا النتائج دي خاطئه. عشان كده هم عملوا طريقه الاكستندد موديل وطريقه التو ستيج ابروتش، واحنا طبعا استعرضنا الطريقتين في الدرس 21 والدرس 22.
ودلوقتي ده الدرس رقم 30 أيضا على نفس الطريقة دي. أتمنى تكون الفكرة وضحت دلوقتي في الطريقة وفي التكنيك بتاع التحليل والنظر والاسسمنت للسكند اوردر كومبوننت، انه ما عملوش بمعزل عن باقي المتغيرات، عشان انه طبعا هيؤدي الى نتائج خاطئه والى تفسيرات خاطئه. اتمنى تكونوا استفدتوا من درسنا النهارده. شكرا لاستماعكم. الحقوق الفكريه محفوظه لقناتي التعليميه، لا اسمح بنسخ المواد التعليميه وبيعها على اسطوانات باي اسعار رمزيه او غير رمزيه، ولكن بالطبع اسمح بمشاركه الروابط في اي مواقع. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.